معانا كاميرا التصوير او الباروسكوب الاندسكوب بنشغلها من هون بكبسه مطوله 3 ثواني بقول لك ويلكم. الان الشاشه الرئيسيه لو شايفين هاي ميزتها انه انت شوف بدي اورجيكم انا كيف الراس تبعها بتحرك. شوف الراس تبعها بتحرك بالطريقه هاي تمام هيو. شوف اذا بدك تصور الصبابات او تصور السلندرات من هون بيتحرك معاك الراس تبعها. طبعا اضاءة الشاشة بقدر اني ازودها. شوف 3-4 مودات لها. لا اضاءة الشاشة انا بتكلم اضاءة الشاشة. شوف كل ما تضغط على الباور هاي كبسة بسيطة بعطيك هذا. هلا شوف اللايت هذا بقدر من هون انا اشيله او بقدر اخلي لايت موجود ثلاث يعني برجينا اياه والله 3 مرات. شوف كل واحدة بتقوي الاضاءة. شوف هاي اضاءة مختلفة هاي اضاءة اقوى هاي بدون اضاءة بالمرة هاي مرة ثانية هاي اضاءة اقوى شوي هاي شدة اضاءة اقوى وهذه هيك بدون اضاءة. طبعا خلينا هون يا شباب نراويكم شيل هاي شال احطها ابو يامن ليش تمام. وهون عندي اذا بدي انا اروح على المنيو كلر مود مثلا بدي في حدا بيقدر يصور بده يصور مثلا انه بلاك وايت. شوف لي بلاك وايت بس اقول له منيو الان صارت بلاك وايت. شوف الان بلاك وايت بقدر احرك الراس مره ثانيه هاي تجربه ممتازه. اصبر ابو يامن ابو يامن مصر يورجيكم انها سكر هون مصر يورجيكم. طبعا خليني اشغل اللايت هيو ها متحركة ها شايف بقدر اني اتحكم في السلك هذا بالطريقة هاي. ها شوف انا بدي اخليه يشوف هاي ها بالطريقة هاي وهاي صورت البزنس كارد مالت ابو يامن تمام. هو مصر بدي اورجيكم انها حتى بالعتمة بالظلمة يعني بتصور فيها. طبعا بدك تصور هذا هون صورة عادية. افرض اني بدي اخذ فيديو طيب بكبس على هاي من هون صارت فيديو شوف تطلع من هون وبعدين بقدر اني ايش اكبس عليها بالطريقة هاي وتبلش تعمل فيديو ريكوردينج. شوف هسه عملت فيديو ريكوردينج بقدر اني اورجي التايم والهذا والله ثبت الكرتون بتحرك معي تمام. ها شوف بقدر اني انا اروح يمين شمال واصور بشكل واضح 100% وتسجل معي فيديو تمام. بس اقول له اوكي انا خلصت الفيديو وسيف لي الفيديو. لو بدي اروح انا على الفيديوهات بقدر انه اسويها. طيب روح والله هون هاي من هون بقدر اني اروح اشوف الفيديوهات اللي موجود بس انا بدي اورجيهم. لا بدي اورجيهم اللي هو فايل بروتكشن اذا بدك تعمل عليه حتى بروتكشن تقدر لوك فايل او اللوك فايل تمام. اللوك اول فايلز نقول له هيك تمام. وفايل خلينا نرجع لورا يعني فيرست يوز ما شاء الله الحمد لله احنا صرنا فاميليار كثير مع الشغلات تاعي. انا هيك عدت الفيديو بعيد فيه الفيديو اللي صورته انا بعيد فيه تمام. خليني اطلع على الشاشه الرئيسيه تمام. رجعت على الشاشه الرئيسيه من هون بقدر افرها يعني 90 درجه اعمل فليب عليها. شوف الصوره بالطريقه هاي اعمل فليب عليها هيك شوف بيقلب الصوره. اذا يعني كاميرا ممتازه جدا بتاخذك يمين شمال من هون هذا الراس تبعها شوف بتصور اماكن الضيقه. انا شوف حتى من اول يوز ما شاء الله احنا صرنا يعني عارفين كيف تشتغل. ان شاء الله بتتمرن ايدك عليها وبتصير ممتازه. 3 اضاءات 1 2 3 بعدين تطفي. يعطيكم العافيه.